ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيبتي الغاليات، نتمنى أن هذا الفيديو جديد ينال إعجابكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، نتمنى أن ينال إعجابكم. كشكر دائما المتتبعات جداد أو القدام اللي كيتبعوني دائما القناة، ونتمنى أنكم دائما ما تنسوناش من اللايكات، لأنكم كتنساو اللايك كتشاهدوا الفيديو كتنساو اللايك. نتمنى أن هاد التنسيقات أو هاد التشكيلة ديال هاد الفيديو تنال إعجابكم. مجموعة من التنسيقات لجميع الأذواق اللي كيعجبهم بحال هاد التنسيقات او كيعجبهم بحال هاد الموديلات، نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. تشكيل اللي رائعه لجميع الاذواق اللي كيعجبهم التنسيقات او الموديلات، اللي نتمنى انهم ينالوا اعجابكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا كاين هاد التنسيقه اللي كتجي حتى هي زوينه وكتجي انيقه، اللي كيعجبهم بحال هاد التنسيقات. كما كتشوفوا كاين هاد الموديل الملي كيجي حتى هو زوين، كاين هاد التنسيقه حتى هي كتجي زوينه، كاين هذا الموديل كما كتشوفوا حتى هو التنسيقه حتى هي كتجي زوينه. اللي كيعجبهم بحال هاد التنسيقات التنسيقات اللي كيكونوا زوينين وكيجيو انيقين، اللي كيعجبهم بحال العمل الخروج للدراسه كيصلحوا هاد التنسيقات، او العمل اليومي. يعني هاد التنسيقات ديال كيجيو زوينين ديال الخروج العمل، يعني جميع الاوقات. كما كتشوفوا كاين هاد التنوره في هاد الشكليه، الموديل ديالها كيجي زوين. كاين هذا الموديل الملي كاين هذا ستايل الملي حتى هو كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كما كتشوفوا كل الالوان ديالهم كيجيو متناسقين الالوان، كاين هذا الموديل حتى هو كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كاين هذا التنسيقه حتى هي كما كتشوفوا هذا السومبل كيجي حتى هو زوين، في اللون ديالو متناسق مع الحقيبه مع الحذاء. يعني اللوانات ديالهم كيجي زوينين، كما كتشوفوا كاين هاد التنسيقه حتى هي كتجي زوينه. كاين هاد التنسيقه حتى هي تنسيقات للخروج للعمل، يعني للدراسه، يعني اللي كيصلحوا جميع الاوقات، اللي على حساب الستايل اللي بغات وحده تلبسو، اللي كيجيو انيقين الاشكال ديالهم او الفصاله ديالهم كتكون التنسيقه كتكون زوينه وكتكون انيقه. كاين هذا الفستان في الكحل حتى هو اللي كيجي حتى هو زوين، او التنوره اللي كتجي بحال هذه التنسيقه اللي كتجي بحال هكا كتجي زوينه حتى هي. نتمنى اللي عجبهم بحال هاد التنسيقات او بحال هاد الموديلات او عجبهم الفيديو بارطاجيو لنا مع الاحباب والاصدقاء، وما ينساوش من الاشتراك في القناه، تفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى انه هاد التنسيقات ينالوا اعجابكم. كما كتشوفوا هاد الموديل الملي حتى هو كما كتشوفوا التنسيقه كتجي حتى هي زوينه، كاين فهاد الموديل الملي كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كاين هاد التنسيقه حتى هي ملي كما كتشوفوا، كاين هاد الفستان كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كاين هاد التنورات حتى هما كيجيو زوينين، كاين فهاد اللون كاين فهاد اللون الاخر، ولكن كما كتشوفوا اللون هذا الثاني كتجي حتى هي زوينه.
كاين هاد التنوره في الاورنج حتى هي اللي كتجي الموديل ديالك يجي زوين. كاين هاد الفستان في الازرق حتى هو اللي كيجي التنسيقه ديالو كتجي زوينه. كاين هاد الموديل حتى هو اللي كتشوفوه حتى هو كيجي التنسيقه ديالو كتجي زوينه. كما كتشوفوا كاين هاد التنوره في الغوز حتى هي اللي كتجي الموديل ديالها كيجي حتى هو زوين. التنسيقه اللي كتجي الالوان متناسقين كيجيو زوينين. كاين هاد الفستان في الشيبي حتى هو اللي كيجي حتى هو زوين. كيعجبوا الفتيات اللي كيعجبهم على حساب الدراسه. كاين هاد التنسيقه حتى هي كما كتشوفوا كتصلح للعمل الخروج. كاين هاد التنسيقه حتى هي في هاد الموديل هاد الفستان في الاصفر مع الجاكيطه في الابيض كتجي حتى هي زوينه متناسقين الالوان ديالهم. كاين هاد التنوره او هاد الفستان اللي كيجي في هاد التشكيل اللي كيجي حتى هو زوين. مجموعة من التنسيقات اللي نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. التنسيقات للخروج للعمل يعني العمل اليومي للدراسة يعني هاد التنسيقات اللي كيجو انيقين. السفر يعني كيجو انيقين هاد العمل هاد بحال التشكيلة ديال هاد التنسيقات اللي كيجو الصراحة زوينين كيجو انيقين. كاين هاد الموديل مليح كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين كيصلح للموظفات كيعجبهم بحال هاد التنسيقات. كاين هاد الموديل مليح كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. كاين هاد الموديل مليح حتى هو كيجي زوين للفتيات اللي على حساب الدراسه او الخروج كيجيو زوين هاد التنسيقات. كاين هاد التنوره مليح حتى هي كتجي زوينه كما كتشوفوا. كاين هادي في الاصفر ملي كيجيو الالوان ديالهم متناسقين كيجيو زوينين. نتمنى انه هاد الفيديو نال اعجابكم ونالوا اعجابكم هاد التنسيقات. تبارطاجوا لنا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. لين هاد التنسيقات اللي كيجيو زوينين نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.